التواصل يستمر وانطلاقاتنا تستمر على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات، ميدان الذكي الذي يحتضن هذه الانطلاقات. عاشر أشواطنا للإبداع وسن الإمتاع خصص للإبكار المهجنات، الأصايل شعارات أبناء القبائل حاضرة على أرضية هذا الميدان. مرحبا بالجميع في دار المكتوم الكرام، أتقدم في هذه اللحظات، أنطلق مباشرة إلى المراكز الأولى لنتعرف على الأسماء المتقدمة والحاضرة. ثمين على المركز الأول حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، من يتقدم ويقدم ثمين على المركز الأول في صدارة هذه الأسماء في صدارة هذه الشعارات. المركز الثاني حمد بن محمد بن علي بن حادي الكتبي يقدم اختيار قادمة على المركز الثاني. المركز الثالث مزون القادمة، مزون عتيج بن سيف بن حميدان الفلاسي يتقدم ويقدم مزون على المركز الثالث. قطامي بن ثاني بن قطامي السويدي قادما على المركز الرابع يقدم في هذه اللحظات. الشاهينية المركز الخامس هنا القدوم من الظبي لحمد بن محمد بن حمود اليحافي القادم على المركز الخامس. سادس الأسماء شديدة لسلطان بن فلاح بن حمود القحطاني القادم في هذه اللحظات على المركز السادس والمركز السابع. غاية قادمة، سالم بن سعيد بن علي الكتبي يقدم غاية على المركز السابع. ثامن المراكز هذه الداودية القادمة، أحمد بن علي بن محمد المسافري يقدم الداودية على المركز الثامن. تاسع المراكز الشايبة قادمة، وراشد بن حمد بن علي العويسي شعر مزايد القادم والشاعر مقدما الشايبة على المركز التاسع. المركز العاشر هذه نو القادمة، نو محمد بن خليفة بن علي بن عبيد الغفلي يتقدم ويقدم نو على المركز العاشر. هكذا هي العشر، هكذا هي الأسماء الأولى المنطلقة المقتحمة عالم النداء والإعلام. يا هي من أسماء قادمة، يا هي من شعارات قادمة وسلالات متسللة في هذه اللحظات باحثة عن ناموس هذا الشوط. نعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة والمركز الأول. اختارت الموقع المناسب لهذا الشعار، شعار حمد بن محمد بن علي بن حادي الكتبي يتقدم ويقدم اختيار. وانتصفت الستة كيلومترات في هذه اللحظات. المركز الثاني الظبي القادمة على المركز الثاني، حمد بن محمد بن حمود اليحافي القادمة على المركز الثاني مقدما الظبي. المركز الثالث أتابع المركز الثالث، هذه شديدة قادمة شديدة، سلطان بن فلاح بن حمود القحطاني القادم مقدما شديدة على المركز الثالث. المركز الرابع القادمة مزون عتيج بن سيف بن حميدان الفلاسي يتقدم ويقدم مزون على المركز الرابع. المركز الخامس ثمينة قادمة لحمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي على المركز الخامس. المركز السادس الظبي القادمة على سادس المراكز لمالك رأي
راشد بن مانع بن ثاني بن قطابي يتقدم في هذه اللحظات ويقدم الضبي المركز السابع. هذه اللي وصلت ارباح ارباح واول ندى لارباح شعار الهشامي قادم. ناصر بن سالم بن حبيب الهشامي يقدم ارباح. ناخذ المركز الثامن المركز الثامن هذه اللي وصلت العزراء عبد الله بن خاطر بن هاشم الشامسي يتقدم ويقدم العزرة. المركز التاسع عندك يا بروية يقدم هذبة أحمد بن محمد بروية الخيلي القادم. والمركز العاشر المركز العاشر الشايب لراشد بن حمد بن علي العويسي. هكذا هي النتيجة هكذا هي النتيجة مع ندانة ثانية للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذه اللحظات. ولكن أعود إلى الصدارة أعود إلى بن حادة واختيار اختيار اختيار حمد بن محمد بن علي بن حادة الكتبي. بانت المنصة يا بن حادة بانت المقصورة الرئيسية يا بن حادة يا راعي اختيار يا راعي اختيار. شوف القادمة هذه شديدة شديدة قادمة لسلطان بن فلاح بن حمود القحطاني القادم على المركز الثاني. المركز الثالث الضبي قادم حمد بن محمد اليحافي قادم اليحافي مقدما الضبي تسللت إلى المركز الثاني. وموقعنا الكيلو الأخير وصلنا إلى الكيلو الأخير بالروية قادم وبن هاشم الشامسي عبد الله بن خاطر بن هاشم الشامسي يقدم العزرة القادمة في هذه اللحظات. ولكن عود إلى الثنائية أصبحت ثنائية ولكن اليحافي اليحافي على المركز الأول اليحافي يقدم الضبي أحد القادمين من السلطنة. ولكن بروية بروية يقدم هذبة أحمد بن محمد بن بروية القادم. وكذلك هناك شعار الضبي قادم راشد بن مانع بن قطامي هنا قادم السويدي في اللحظات الأخيرة ما بين أرماح ما بين ند الشبه ما بين ند الشبه ما بين أرماح ما بين شعار بن قطامي وما بين شعار بروية وبن هاشم الشامسي قادم في هذه اللحظات. والضبي لسعد بن سعيد بن سعد الرفاد المري. ولكن خلاص الشوط إلى ند الشبه للمرة الثانية للمرة الثانية. هنا تأتي في هذه اللحظات الضبي متقدمة منطلقة على المركز الأول تهدي ند الشبه النقطة الثانية لهذا الشعار. تهانينا وناموس لراشد بن مانع بن محمد بن ثاني بن قطام السويدي. ها هي الضبي خطفت هذا الشوط والنقطة الثانية إلى ند الشبه المركز الثاني. هذبة لأحمد بن محمد بن روية. المركز الثالث العزرة لعبد الله بن خاطر بن هاشم الشامسي. المركز الرابع الضبي لسعد بن سعيد بن سعد رفاد المري. المركز الخامس انطفية لبخيت بن هادي بن حويرب المنصوري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. عودة إلى الضبي خاطفة النقطة الثانية لأهالي ند الشبه بتوقيت زمني مقدارة 9:13 جزئين من الثانية. تهانينا وناموس لراشد بن مانع بن ثاني السويدي. النقطة الثانية لهذا الشعار. المركز الثاني 9:14 ثمان أجزاء من الثانية هذبة لأحمد بن محمد بروية الخيلي. المركز الثالث 9:15 ثانية 9 أجزاء من الثانية اللي وصلتنا العزرة لعبد الله بن خاطر بن هاشم الشامسي. تهانينا.